بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده يا جدعان غابة، العقلة بتطلع من الغابة بتاعتها، يعني مثلا العقلة دي بتطلع. فاحنا مثلا في ناس بتقول ايه، بتقول لك ايه نحط في السجاير ونعمل مش عارف عليها. لا انا بقول لك بص، تقوم جايب حمير وتعمل كده، تمشي كده، بص كده كده اهو، تمشي زي مدوريات. هتيجي بعد كده تقوم ايه ناشف، الامير ده هينشف، هتقوم ايه ماسكه في الايه، في العقله بتاعتها القدامانيه دي بتطلع. يعني دي كل ايه، كل ما تيجي مثلا ايه تيجي تفردها بتقوم طالع. فالامير ده بينشف، بيديها تخانه سنه صغيره، ما بتصبرص ولا تعمل، اوعى تصبرص هنا مش هتطلع العقله اصلا، فاهمني؟ وما تحطش مناديل، لو حطيت مناديل هتعمل ايه، ما انت لو حطيت مناديل برضه مش هتطلع. فبتيجي مثلا كده، لو انت مثلا يعني مثلا فيها خشونه شويه، فاحنا بنجيب صنفره ونبدا الصنفره لغايه لما ايه تطلع ايه اللي هو المقاس بتاعها بالظبط. تمام، دي ترى ايه غابه، ثواني كده ما بقولش بالمره. دي يا جدعان ايه غابه، واحد صاحبي جابها لي صبرصها، يعني مش صبرصها انا والله، عملتها له كده من عندي. بصوا هنا، بصوا هنا يا شباب، انا مصبرصها اهي، دي صبرصها اهي، دي النوع الاولانيه، التانيه اهي، ودي التالتة. حرير وأمير بس مش يا شباب، بس دي الصبرصة اهي، الصبرصة العادية. تمام، يلا مخلصها بعد كده خالص. وطبعا هدهنها، دي بدهنها بوهية بيضة من هنا لغاية هنا، مثلا ايه عقلة، مثلا ايه عقلتين، عقلتين من الصبع بقوم دهنها، أو تلات عقل لغاية هنا مثلا. تمام، هخلصها وبعد كده بقى ايه هصور ايه الجزء التاني.